كابتن اشرف، هنروح مع مشاهدينا لحفل بتقيمه رابطه النقاد الرياضيين برئاسه طبعا الناقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله. والناقد والحفل ده بيتم فيه تتويج الافضل على مستوى الوسط الرياضي، سواء كنا بنتكلم على فرق، سواء كنا بنتكلم على لاعبين، سواء كنا بنتكلم على العاب فرديه، وايضا كمان فيما يتعلق بالجوائز الصحفيه، وبيحضرها الحقيقه عدد كبير جدا من الشخصيات، النخبه الرياضيه، بنتكلم على دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بنتكلم على الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بنتكلم على كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح هناك نعرف ونتابع مع حضراتكم تفاصيل اكتر، ونرجع مره ثانيه في السادسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي بيستدعي الحضور كلهم، واحب طبعا خالص الشكر لرابطه نقاد الرياضيين، ومنتهى السعاده اما يكون تقييمك من ناس اصحاب اقلام حقيقيه. انا مبسوط جدا اللي انا كنت مدير تنفيذي لاكبر نادي في الشرق الاوسط. لازم اشكر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره المحترم اللي وضعوا ثقتهم فينا خلال الفتره اللي فاتت، الحمد لله. لازم اشكر كل زملائي اللي كانوا شغالين معايا، لان هم دول اساس النجاح. اشكر الجمهور اللي كان دايما بيدعمنا. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نأدي دور جيد مع شركه السادات الوطنيه لاداره المنشات الرياضيه. عايزين دعمكم معانا زي ما انتم دايما عودتونا. عايزين النقد بتاعكم البناء ان شاء الله نقدم حاجه تكون كويسه للرياضه المصريه، نحقق حلم الالف بطل اولمبي او الف بطل عالمي زي كابتن محمد صلاح. هنتحرك مع بعض كلنا، وهنتقابل الفتره اللي جايه نكون مع بعض في افتتاحات انديه سيتي كلاب وتطوير ال 15 استاد على مستوى المحافظات. اتمنى نكون كلنا في مجال الرياضه بنتعاون مع بعض، واشوف دايما بنتحرك كلنا عشان خاطر بلدنا ان شاء الله. شكرا لكم جدا. اما افضل مدير كره لكره القدم هو الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره داخل النادي الاهلي. بعد اذنك يا فندم، احنا طالعين هوا بس، معلش انا اسف. كابتن هنا يا كابتن. دوري الابطال افريقيا بيكون جماهير النادي الاهلي منتظرين الكثير من مديره الفني ومن كتيبته باجملها، ولكن على مدار الاشهر اللي فاتت منذ تولي القياده الفنيه لنادي الاهلي خلاص ساب بصمه وحجز مكان كده داخل قلوب كل جماهير القلعه الحمراء. افضل مدير فني هو بيتسو موسيمانيا، المدير الفني لنادي الاهلي. معلش اتقل شويه. اول نبي الله يزيدك كتر خيرك، يعني خلص كلمته وبص نتنطط كلنا على ال. لا
مساء الخير عليكم جميعا. Yeah, thank you very much for this wonderful award. It means a lot to me in a very short space of time in Egypt. I just want to thank the organizers, the sponsors, everybody who has voted for me to be here. I understand it's the journalist and I'm humbled. Thank you very much, but also not to forget my players who contributed to this, the board of Al Ahly, the president Khatib and Khaled Tarandali, and I want to thank everybody for this. Thank you very much. بنشكر الجميع طبعا. هو سعيد جدا بالجائزه الرائعه لحد كلامه، بيقول برغم ان فتره صغيره موجود فيها بس هو سعيد بيها، بيشكر المنظمين والرعاه، وبيشكر بيقول الجائزه دي ما كانش ممكن ياخدها من غير اللاعبين والاعضاء الجهاز الفني ومجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب كابتن خالد الدمدلي، وبيشكر طبعا الصحفيين اللي صوتوا كل حد شارك عشان يعني يحصل على الجائزه دي، وبيتمنى يجيب النجمه العشره ان شاء الله.